لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. جد دلوقتي ميعاد الفقره الثانيه من حلقه الاهلي الليله المستمره معاكم لحد الساعه 10 مساء، وفقره هتكون هامه جدا هنستضيف من خلالها نجم النادي الاهلي ومصر السابق الكابتن الكبير جدا كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف مساء الفل عليك، منورنا ومشرفنا. حبيبي مساء الفل عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. يعني خلينا نتكلم في البدايه كده عن النادي الاهلي. طبيعي جدا ان احنا نتكلم عن المباراه بالامس ومباراه الاهلي وبيراميدز والهزيمه بنتيجه 2-1. تقييمك ورؤيتك لهذه المباراه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هي مش مباراه بيراميدز يعني بلاش نتحسس، مباراه وخسرناها. تمام. فهو الوضع ككل من الفتره اللي فاتت، عمر في حياتنا وعمر جماهير النادي الاهلي ما اتعودت على هذا الشكل، وخاصه في فقدان النقاط اللي كانت تعادلات او خساره او بطولات. الناس شايفه وعارفه ومش عارف، مش مصدقه. في وضع لا نستطيع الهروب منه. انك بتلعب بلاعبين كلهم مصابين غير الاصابات اللي عندك كلها اللي موجوده في التيم. يعني لو نزل رجع لعيب تاني اساسي من القوام الاساسي زي وليد سليمان، زي ازارو، زي اي لعيب بيسمى في الملعب، احمد فتحي، علي معلول، اللعيبه دي بتعتبر ايمن اشرف، سليه، حسام عاشور، بيعتبروا قوام اساسي طبعا لما يبقوا موجودين في الملعب، حتى هم بيلعبوا وهم نص انصاف لاعبين ومش قادرين يرجعوا في ظل مش جاهزين 100% يعني. مع المباراتين اللي بتتلعب كمان كل اسبوع دي يعملها صعبه قوي على اي جهاز فني الحقيقه. انك توصل لنهائي افريقيا بهذه الظروف خلت الناس ما تاخدش بالها من انك محتاج تدعيمات قويه جدا. ومحتاج مصارحه مع النفس في مش الخلل اللي عندك، في التدعيم اللي لابد ان يكون بالنسبه للفريق. اطاح بجهاز فني عدم التفكير في الحكايه دي بخسارته من النهائي، وبدل ما نثني على الاجهزه الفنيه ونقول لها انت وصلت الفاينل والكلام من ده، حصل عدم طمع في المباراه الاخرانيه. عدم طمع، لعبت بشكل برضو اللي هو موجود دلوقتي، لا يمكن للظروف اللي انت فيها وعدم وجود ازارو وعدم وجود ناس كتير قوي، لعبت بشكل رد فعل برضو. بقى متحمل المسؤوليه كلها حراس مرماك وخط دفاعك بالكامل ونص ملعبك، وانت ما عندكش اصلا السنه دي شكل هجومي ولا انياب هجوميه، وترجع للشكل الهجومي بتاعك وتدعمه باتنين فراوده وتدعيم نص الملعب، وبعدين تبقى تحل مشكله ناصر ماهر وترجع، مين مسؤول كان على الحاجات دي كلها؟ في ناس كان لازم تتحاسب في مين الكلام هم؟ ده موجودين يعني، ما انا ما اعرفش يعني، في ناس تخيلوا وتطوروا ان التيشيرت الاحمر بيكسب لوحده. انا ما افتكرش دلوقتي في الشكل اللي انت شايف الفرق بتدعم نفسها ومسخرين حاجات كتير قوي، وبيجيبوا حكام وبيجيبوا لعيبه في نفس اليوم يلعبوا. يعني انا اول مره اشوف جريبوريتش وسوروفيتش وكله بيتش 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 بيجي لي يحكم لي فجاه كده يوم مباراه الاهلي. يعني فاهم ازاي؟ اشمعنى؟ مع ان احنا كنا ماشيين على بروتوكول مغربي وتونسي. لا بس خليني اقول لحضرتك ان كان معروف ان مباراه الاهلي وبيراميدز او مباراه بيراميدز مع اي حد من انديه القمه سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي كان حكام اجانب مش حكام عرب. بيراميدز يحق لهم طبقا لقرار اتحاد الكوره انه ممكن يجيبوا حكام عرب في اي مباراه قبل اخرى. المباراه كان معلن ب 48 ساعه ولا كان بعد؟ لا كان معلن من فتره. لا بصراحه كان معلن من فتره. الجهاز السربي ده؟ لا ما كانش معلن اسم الحكم، لكن معلن ان الحكم هيكون حكم اوروبي. لا ده في حاجه ثانيه كمان، الاهلي والزمالك في ده في مصيبه في حكايه الحكام اللي انت بتتكلم عنها دي. الناس طالعه امبارح تقول لك انا بصراحه مش شايف اي تجاوز في الحكم هايل. هم كانوا حاسين انه هيبقى اسوء من كده. انما ضربه الجزاء بتاعتك اللي في الاخر دي مصيبه لوحدها. طب انت رايك ايه في مستوى التحكيم؟ الشناوي قال لك ضربه جزاء. ضربه جزاء؟ وانا قلت ضربه جزاء. دي اللي هي انهي واحده فيهم بالظبط؟ الاخرانيه. بتاعت ممنوع في الحته دي. بتاعت الشيخ. ممنوع في الامير، ممنوع في الحته دي اي فرود يتلمس. بالظبط. زي مشكله الحكم الجزائري يوم ما كان في مباراه الترجي. ممنوع انت هنا وانت فاص كده بينك وبين حارس المرمى يجي لعيب من وراك يزقك او يحاول. النهارده نادي الزمالك خد واحده زيها كده. زيها صح. زيها. تشوفها تقول مش ضربه جزاء. هو الراجل حاطط ايده على دراعه
وبيميل عليه وبيزقه، عمل له اي اعتراض الراجل اداله حمود عاشور اداله بينالتي. تقدر تقول له مش بينالتي وتقدر تقول له لا مش بينالتي، لا بينالتي في القانون ممنوع تلمس. اللعيب بتاعك امبارح اتزق من علي جبر اعتقد ورماه على على وشه، هو وقع لوحده. طب بتاعت ازاره الاولانيه احنا قلنا ايه؟ قلنا لا استيميليشن. ليه؟ لانه لم يفكر في ان هو عايز يحط المدافع فعلا في ضهره، هو فكر ياخد ضربه جزاء، انما ما فكرش ان هو ينهي الهجمه ويكون ليه سبق التهديف في الهدف الثاني. هو فكر تفكير وحش، انما عشان كده ما حدش فينا فتح بقه، ما اتكلمناش في دي خالص. قلنا لا لا ده الحكم عنده حق فيها، عنده نسبه 90% من قراره صح. حصل التحام وحصل كل حاجه ومش عارف، بس تفكير المهاجم في اللحظه دي ما كانش صحيح في صالحه. يعني كان في صالح ساعد هو المدافع مش ورط المدافع، فكان تفكير الفرويد هو اللي عامل القصه دي. فانت بانجازك والوصول نهائي افريقيا وتخيلت انك انت ما عندكش اي مشاكل في التيم، هي دي برضو جزء من المشكله الكبرى. انك تقدر تكمل باي حد، انك تقدر تعمل روتيشن في الفرقه في من جواكر، يعني تقدر تستعيد تاني كريم نيدفيد وتستعوض بيه ناحيه اليمين احمد فتحي، تقدر ترجع محمد هاني وتدخله في مساك بدل كلوبالي اللي كان شغال معاك، وتقدر تطلع رومرز واشاعات على كلوبالي انه لا يصح ولا لا ما ينفعش. تقدر تعمل، بقت عندك عوامل هزه نفسيه بين اللاعبين وبين الجهاز الفني نفسه وعدم استقرار. اصلا الجهاز الفني مش عامل تعليمات لكل لعيب عندك حدوده فين؟ وضعه فين؟ سهولة اللعب عليه فين؟ النهارده أنت بتدي تشكيلة سولية وهشام محمد وناصر وأحمد الشيخ ورمضان صبحي ووليد أزارو وعلي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم هاني، كويس؟ ما هي مسؤولية كل واحد في تسهيل المهمة على اللي جنبه؟ يعني أنا هساعد علي معلول إزاي النهارده إن هو يطلع يبقى هاف في نص الملعب وفرود من ناحية الشمال ورمضان صبحي يسمح له بالحته دي، والمره الوحيده اللي حصل فيها التعامل كان في شكل اترجم لهدف بالظبط وكان شكل مثالي. ناصر ماهر ورمضان محسن وعمرو السوليه ده لازم يبقى مثلث، مروان محسن عمرو السوليه وناصر ماهر ورمضان صبحي رمضان صبحي تمام رمضان صبحي ده لازم يبقى مثلث. انا بشوف لغه التعامل فيه مع بعض شكلها ايه، لازم اشوف نتيجه من اللاعبين دول يسهلوا على بعض. انت اصاباتك بتيجي منين؟ كل الناس قاعده تقول لك الدكاتره، دكاتره ايه الدكتور ملوش ذنب، الدكتور بيعالج ايه اللي انت بتقول لي عليه ده؟ الدكتور بيعالج مش بيعور حد. ابو سمير وليد ازارو ده لو سمير عرف يجيب لي بيتحرك ازاي بيندي ناحيه اليمين. بص معانا استاذ احمد برجاوي المخرج طبعا استاذ احمد عادل اللي هم لو عرفوا يجيبوا لنا ابو حميد لو انت تجيب لي تحركات وليد ازارو النهارده اللي هي بتاعت امبارح اللي هو اتعور في اخر ماتش. ليه اتعور؟ وليد بينزل ناحيه اليمين ويبقى وينج رايت وبعدين ينزل يبقى هاف رايت وبعدين ينزل في نص الملعب عشان يبتدي بدايه التكوف اللي هيعمل منه الكرات الطويله وبعدين تلاقيه بيساعد تحت شويه مع رمضان يروح عند رمضان شويه بيعمل شغل اتنين تلاتة في المكان القداماني، هو مش مطلوب منه كده. وليد ده بيطلع يمين وشمال، وليد ده مخترق، وليد ده هدافع الجول، ملوش دعوه بدي ولا بدي، احنا كده وكده. لما انا هعمل كده وهعمل كده وهعمل كده وهعمل كده وهعمل كده، انا خلاص انا 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 بهلك، هتيجي كوره زي اللي حصلت بيرجع في نص الملعب يساعد تتصفي يمد رجله فيها، هيكون مجهود عضلاته اللي بيلعب ماتشين في الاسبوع فاهمني؟ مش هتساعده، الناس مش فاهمه، الناس مش فاهمه ان في لعيبه في الملعب شغالين عايزين يساعدوا ومفيش الشكل اللي هو على الورق قبل ما اخش انت لازم يبقى شكلك كده، الراجل بيحاول يساعد بنفسه لانه شايف ايه؟ بنفسه شايف ان في اتكال افندم؟ بنفسه ولا تعليمات مدير فني؟ لا بنفسه بالنسبه لوليد ازارو عمر ما تعليمات المدير فني، المدير الفني يبقى بيقتله تمام يبقى اللي عمل فيه كده المدير الفني، المدير الفني هيقول له انزل يمين وانزل شمال، محمد صلاح في ليفربول حطوا له واحد تحتيه ناحيه اليمين كده عشان ما يضطرش يعمل حته الدفاع اللي هو بيعملها دايما وينزل لغايه باك رايت وبعدين يعمل التوكوف تاني، فالراجل المدرب قال له لا انا عايزك فيرود، عايز اخد مجهودك كله في الفينشنج بتاعه، فواحد زي اللي اتعور عندك امبارح ده من وليد سليمان، ما كنتش تعمل علاقه بين وليد سليمان وازارو ورمضان صبحي لغه وعلي معلول وايام ما كان لما كان في اجاييه وعبد الله السعيد والناس ما كانش في مشاكل خالص، كان كل واحد بيعمل الشغل الامير بتاعه صح
كل واحد كان بيأدي شغله، فكنت مريح بقية الأعضاء وبقية اللعيبة، ما كانش واحد بيعمل الزيادات. حيالله كان بيحصل سويتشات من أي زيادة عددية بيحصل من العرضيات وبيجي منها أهداف، اللي بتيجي على الأرض بتلاقي واحد جاي من ورا، اللي بتيجي عالية بتلاقي واحد على القريبة التانية على البعيدة، ولازم يكون عندك شكل إزاي نادي الأهلي كل فرقة تلعبه. امبارح بيلعبوك خمسة بيراميدز، خمسة أتاكينج، حاطين راجل جون ده اللي جايبينه الجديد، وتحتيه تلاتة أربعة رايحين بكينو وتراوري ومحمد فاروق، الناس دي كلها جوه 18 عندك من أول ثانية من ساعة ما صفر، يعني صفر الحكم من هنا ولقيتهم عندك في 18. أنت ما بتلعبش بالفكر ده ليه؟ أنت ليه تبقى رد فعل؟ لازم يحصل فرجة صح، مصارحة نفسية. هل اللعيبة دي عندها الإمكانيات دي إنها تترجم؟ انك انت تبقى انت المبادر وانت فعلا صاحب اليد العليا في المباراه. لا، لازم يحصل مصالحه مع نفس، لازم تعرف ايه اللي عمرو السوليه ده بيعمل ايه وهشام محمد دول بيعملوا في الملعب، مطلوب منهم ايه. انا مش عارف، مطلوب منهم يبقى ديفندر؟ ده عمرو السوليه ده عمره ما كان ديفندر ولا يعرف يلعب ورا اصلا. ده المفروض راجل بيعمل مكمل غذائي وكان من احسن الناس احنا جايبينه ليه، عشان بيكمل في 18 وبيشوط وبيجيب اجوال. وفين كل ماتش كل سنه هاخد من عمرو سوليه جول ولا لعبتين؟ مش هينفع كده، يبقى في تقصير. التقصير ايه هو؟ التقصير اكتر ان لازم يبقى فيه امكانيات افندم. التقصير اكتر منين؟ من الجهاز الفني ولا من اللاعب من وجهه نظرك؟ انا شايف ان الجهاز الفني بصراحه لسه اول مباراه ليه. انا ماليش دعوه بمارتن لاسارتي، انا ماليش دعوه بلاسارتي. تمام، لاسارتي انا قلت عليه امبارح يا امير، اتفضل، قعد في الماتش اللي قبله يراقب ايه الاخطاء اللي حصلت في مباراه الداخليه. كان ربنا بيديله هديه. طبعًا. وطلعنا اتعادلنا في اخر ثانيه، لان انت عارف ما عندكش انياب هجوميه. انت لما جالك انياب هجوميه ونزلت مروان محسن جنب وليد ازارو بقى عندك شكل هجومي، بقى عندك مكان في في ال 18، ما بقتش مستني بقى الزيادات العدديه حتى لما تجيلك، حتى لو ما جاتش انت اصلا اوريدي عندك بناء هجومي موجود عندك بتلعب عليه، بتوقف ناس حتى ناحيه اليمين وبتوقف ناس ناحيه الشمال، بالاثنين اللي متقدمين بتوعك بالثلاثه اللي جايين من وراهم بيبقوا خمسه. يبقى زيك زي اي فرقه بتلعبك، زي اي فرقه بتطمع فيك دلوقتي. انت لازم التغيير ده كله. انا اسف ان انا بتكلم بهذا الكلام، ده احنا بنتكلم بصراحه، دي رؤيتي انا اللي اتربيت عليها في النادي الاهلي طبعا. وفكري ازاي انا بضرب خطوط بسرعات معينه تعودنا عليها، ان احنا اللي نبقى في ال 18 هناك، مش هم اللي يبقوا عندنا في ال 18. وهستاذنك كمان في حته، اتفضل، كنا بنتكلم انا وانت على حراس المرمى. يعني حراس المرمى دول ما يعني مش مفروض الزيارات دي كلها تبقى على حارس المرمى بتاع الاهلي اللي هو هيتكشف بضربه ثابته، هقولها لك انا بس، وهيتكشف بعرضيه وهيقولوا اتاخر في الطلوع وهيقولوا اتاخر بتاع، وهقول لك ده راجع من اصابه، وهقول لك كان لازم يمشي يلعب اللي هو بيلعب اوريدي وواخد قبل كده وهو اللي رجليه في الملعب. فبرضه هنخش احنا داخلين في دوامه ايه، تغيير أجهزة فنية. لاشارتي أنت بتتكلم عنه مظلوم، محمد يوسف بيسلمه، محمد يوسف على طول بيلعب بمصابين وبيحاول إبرة وفتلة، إنما برضو عليه كتير برضو محمد يوسف، كان إن هو يمكن مش قادر لوحده. سامي قمصان لازم يجي وياخد كام لعيب على بعض كده ياخدهم على التمرين ينفصل، لازم نادي تتهوى نمرة واحد ونادي تنسجم مع بعض، ولازم يبقى عندهم وقت. الحقيقة هم ما عندهمش وقت، انما انا لما اتكلم يجوز احسس على نقط انا شايفها من بعيد، انا ايدي في المايه مش ايدي في النار. انما كل منا في موقعه، فمن حقنا ان احنا نتكلم ونتكلم الكلام. ففي استراتيجيه لازم تتلعب في الوقت الحاضر، نفسيه اولا، عوده ثقه للعيبه اللي هي تنفعك. انت لازم تدعم شباب مع الخبرات اللي موجوده، انت لازم تلاقي ناس بتعرف تجري من نص الملعب تخش 18 وترجع تاني، ولا انا غلط؟ صح، لازم تعوض الاصابات اللي عندك والناس، الناس الجديده اللي جت لازم تلعب. الراجل لسه خارج محمد محمود من الدوري، اجيب عضو احتياطي ليه امبارح؟ ليه انا احط محمد محمود ومروان، ليه احط محمد محمود ومروان محسن وليد سليمان ومحمود وحيد؟ محمود وحيد سيبك، لا عندي علي معلول كويس، وسليف كولوبالي ما هو لعب قبل كده وموجود. هتقول لي اصل احنا نقول سليف وحش وبعدين نرجع، لا، ده في ناس انت هنا تقدر تستفيد منهم بشكل. ليه بتظلم رمضان صبحي في مباراه زي دي بعدم التدعيمات ليه بالشباب اللي يقدروا يجروا جنبه يقدر ينتج؟ كان من اول الماتش هو فاول هاف تايم عايز يدي، مفيش سبورت، مفيش المسانده. هل هو ده كان الكلام اللي احنا شفناه ولا لا؟ هو حقيقي احنا كنا كسبانين 1-0 وكان فرق معانا كتير قوي كيلو ازارو لو كان جاب الجون الثاني ده في اخر ثانيه، فكنا هيبقى لينا شكل ثاني. انما برضو حتى وانت كسبان انا ما شفتوش بفكر
بنلعب بالاربعه دول وحط ثلاثه قدامهم بقى. ما انت عارف ده انت بتلعب كينو وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وايريك وجون سيفند ده بتلعب ناس ده غير التدعيمات بقى اللي بتيجي من بالظبط. نبيل دونجا مقفل وحاطط وبقى عند حسام حسن فكر انه مش خسران حاجه بقى خلاص ده بيروح عامل حركه تبادليه جاب عبد الله السعيد لقدام ورجع تراولي لورا بقى تراولي هو المدافع وعبد الله هو المهاجم لان عبد الله جاي اصلا مش قادر يجري وانه ما شفناهوش خالص في الاوف تايم الاولاني الشوط الاول حي الله الكره اللي جابها جون وبقى ليه وجود ليه وجود وليه ومثمر ان هو جه في اليوم ده وهو اللي كسب فرقته ده توفيق وعدم توفيق بقى. كابتن شريف خلينا نتكلم بصراحه ونمسك خط في النادي الاهلي الفتره الحاليه. البعض بيتكلم حضرتك ذكرت حراسه المرمى، البعض بيتكلم شايف ان حراسه المرمى في ازمه نوعا ما، سواء هي بسبب عدم التوفيق، احنا عندنا اثنين او خلينا نقول ثلاثه لكن الاثنين الخبرات الكبيره سواء شريف اكرامي او محمد الشناوي مميزين جدا، عندهم قدرات عاليه جدا، حراس مرمى ممتازين. لكن هل انت شايف ان هم نبتدي بحراسه المرمى الاول، هل انت شايف ان هم بيمروا مرحله عدم توفيق كبيره جدا ولا ايه اسباب تراجع المستوى؟ لان احنا شفنا الشناوي في كاس العالم ماتش الاولاني امام اوروجواي كان عالمي، كان حاجه كلنا اشدنا بيه. الماتش لا هو عالمي بالظبط وشريف اكرامي عالمي وشريف اكرامي امكانياته عاليه جدا هو جدا. راح عمل حتتين ايه السبب في التراجع؟ واحده في الوصل في بتبقى ثقه زايده تمام واحده في الوصل خانته وانت مش متوفق اصلا تمام واتحسب علينا البطوله بنخرج الاخطاء اللي بتحصل في البطولات مش بتحصل في ماتشات عاديه بالظبط صح زي امبارح مثلا الماتش لسه في 16 مباراه و13 مباراه و15 مباراه احنا لسه الدوري ده لسه كبير قوي 90 دقيقه لسه 90 دقيقه في كل ماتش جاي صح. يقلب الدنيا على اي فرقه في البطوله دي غير عاديه على فكره يعني مش غير عاديه ازاي يعني؟ يعني انا ما شفتش بطوله الدوري بهذا الشكل يعني ان الفرق كلها بتلعب بعض على مكسب ما حدش بيلعب بعض على تعادلات حتى النهارده المباراه بتاعت نادي الزمالك دي سهل جدا ان كان في اي وقت الاتحاد يكسب وسهل جدا غير الاحداث اللي حصلت فيها فانت ما تعرفش ما فيش اللي هو بما معنى ما فيش ماتش مضمون صح انت بتلعب دلوقتي بالتالي انت كمان عندك عدم استقرار في الجهاز بتاعك كله من اللاعبين والاصابات والجهاز الفني الجديد عليك عندك عدم استقرار انت لازم يعني نبقى صرحه احنا عندنا عدم استقرار عدم استقرار مع طيب. كل لعيب عايز مدرب جنبه على فكره كل لعيب عايز موجه جنبه كل لعيب عايز رعايه جنبه كل لعيب لازم يحس ويفرغ نفسه ويخش معسكر مع نفسه لو كان نادي مش عايز يخش معسكر بقى الفتره الجايه وانت داخل على فيتا كلوب وداخل على بطوله تانية جديده لازم الفكر لازم ناس تبقى بتفوق لازم ناس تبقى موجوده لازم ناس قاعده للحته دي نزود شويه طب عشان اقفل ملف حراسه المرمى يا كابتن شريف لا الاثنين دول ما عنديش كلام عليهم غير اللي انت حابب عدم الفلسفه بس. لان انت دلوقتي لما هتيجي تدور في الدوري المصري او في اي حته تدور على امكانيات حراس مرمى مش هتلاقي افضل من شريف اكرامي ومحمد الشناوي امكانيات اكثر من رائعه ايه الرساله اللي انت حابب تقولها لهم عشان ان شاء الله مستواهم يرجع ان شاء الله لان اكيد حراس المرمى شيء مهم جدا في الفريق يعني بص الاثنين دول يركزوا بس كويس قوي ينسوا اللي فات ده كله ويرجعوا ليه هو بقى شريف اكرامي وليه هو بقى محمد الشناوي حارس مرمى مصر كاس العالم لازم يرجعوا للحته دي تاني حاجه لازم الفرقه بقى كلها الزيارات على حارس المرمى تبقى قليله جدا ما ده اللي هيخلينا نتكلم بقى على خط الدفاع ما هو هنقلك ما انا بقول لك الراجل ده اولا ما ينفعش تبقى انت في زيارات عندك انت هزه اصلا هو مش واثق في ان محمد هاني بيلعب في الحته دي مش واثق ان ايمن اشرف ليه في الحته دي مش واثق بكريم نيدفيد في الحته دي ها ولا ده مش معايا صح. انما هو يجيش فيها ويطلع اللي عنده يقول لك ما هو بيعرف يلعبها طب ندخل احمد فتحي جوه كده هتقول لا احمد فتحي يطلع في النص بقى هي دي الحاله هو حتى لو دي الحاله اللي تعمل هزه هو حتى لو بيعرف يلعبها يا كابتن شريف لو غلط مش هتقدر تلومه لانه مش مكانه ده مش حتته مش مكان وبعدين جاي منين هو جاي كمان من على الدكه بقى له فتره مش موجود ابتدى ثلاث اربع ماتشات فالناس لما بتاقلم نفسها في الظروف اللي انت صعب قوي ان انت تحاسب حد اقسم لك بالله صعب ان انا احاسب لا مدرب ولا حاجه بس انا احاسب عدم الفكر اللي يسعفني اللي ينجيني لازم بقى انا عندي ابقى كواليفايد انا ابقى ناضج انا اكتر من اي حاجه انا ابقى شايف دي شغلتي انا مش شغلتي عندي ان العب في الملعب انما شغلتي ان انا اقرا الملعب كويس قوي استفيد من اللعيب اللي هنزله
ان هو اللي يكسبني مش اللعيب اللي هينقذ لي نص الملعب دفاعا. احنا عمرنا امير ما بتوع دفاعات ولا بتوع القصه دي. انت كان كبيرك قوي مجدي عبد الغني يقف في النص وهو شطه، يا شطه يا مجدي عبد الغني في الحته دي، والباقي كله مهاجمين اثنين وثلاثه خمسه، كنا خمسه مهاجمين واي وقت تاني محمد شوقي وبركات وابو تريكا ومتعب وفلافيو وحتى الاطراف بتاعتك فتحي و سيد معوض جيلبرتو وفي جيلبرتو وسيد معوض والناس دي كلهم كانوا دول اجنحه طايره. يعني انت عمرك ما كان عندك فكر الحته ان احنا نلعب ب 4 2 3 1 دي. 4 2 دول انا مش عارف اثنين دول بيعملوا ايه. طب العب 4 1 4 1 ادام انت عندك 4 3 3 4 4 4 2 عشان ما تقوليش بس 3 هتبقى صعب عليهم. هو الثلاثه لازم اثنين برده هينزلوا لتحت شويه، هتفضل برده فرود واحد بس مثلث. ما ممكن يبقى مثلث مقلوب واحد بس اللي مايل دفاعيا والاثنين التانيين قدام. كل يعني قدام كل ده جاهز. عارف كل ما تتكلم كده يقول لك هيبتدي يحفظهم امتى؟ هو مش هيبتدي يحفظهم، هم مين اللي هيعملوا مين اللي هيأدوا الادوار مين دي؟ اللي هيعملوا الاكل ده؟ هو احمد الشيخ اللي هيقدر يأدي يعني. انت جايبه مش ملاعبه بقاله سنه والكلام ده، بتطلب منه دلوقتي انه يرجع كل ما يجيب جون. احمد الشيخ رجع، احمد الشيخ ما رجعش. مين قال انه رجع؟ هو ولا حمودي؟ الاثنين على فترات والاثنين لا يسعفوك ولا لعيبه جنبهم تشيلهم. انت عايز حمودي واحمد الشيخ يبقوا مدافع مهاجم. هل الظروف الحاليه يا كابتن شريف ممكن تظلم اللاعبين في تقييم او تقييمنا ليهم؟ خصوصا النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه جدا، فاي لعيب هياخد فرصه ممكن يكون مضغوط بشكل كبير قوي قوي زياده عن اللزوم، فبالتالي ما يطلعش اللي عنده فيتظلمه. انا قلت لك جمله، اللعيبه اللي موجوده مش مسهله اللعب على بعض ومش توليفه تقدر تريحك انت. الامكانيات الفرديه اللي موجوده مش قادره تنغمس وتندمج في الجماعيه نفسها. اللي هو المثلثات اللي هو 1 2 3 مع بعض، الجمل اللي ناحيه اليمين جمل لعيبه. وديتك مثل ان كان في لعيبه موجوده وما تبصلهمش اللعيبه دي تاني. يعني انت ما تنتظرش ان الطفره هتيجي والاصلاح هيجي عن طريق اجاي اللي هو جايب ركبته متعوره او رامي ربيعه اللي هو جاي من اصابه بقاله سنه او اي حد جاي من الاصابات. كيف يتم الاصلاح يا كابتن شريف؟ الاصلاح اللي هو اللي شغالين فيه استخدام اللاعبين الشباب الكويسين واعدين اللي هم ايديهم لسه في الملعب، رجليهم لسه في الملعب، فكرهم في الملعب، حلمهم ان هم في الفنانه الحمراء يأدوا، يعملوا نفسهم اسماء، يروحوا منتخبات. ليك شايف الطريق الدولي والمنتخبات والاحتراف بقى عن طريق الفرق الكبيره. كان الاهلي زمالك اولي العرب. عندك فريق بيرمز واقفين على حيلهم لانه بيجيبوا قاعدين يجيبوا اي حد، امكانياتهم ان هم يجيبوا اي حد ماشي. طب ما ده فكر كويس انك انت بتجيب وعندك واحد بيعرف يختار ويجيب. عندك ناس بتدفع فلوس كتير قوي وتجيب. هو ده الفكر، ازاي انت هتعمله وازاي هتوفره ده لازم يبقى موجود. خلاص بات الامر مفيش شك. عندك فكر تاني غير كده؟ كابتن شريف برضه في النادي الاهلي النيه واضحه عند المسؤولين في النادي الاهلي ان هم هيدفعوا هيجيبوا لعيبه. هم بيعملوا كده، هم مش ما بيعملوش كده. هم بص انا لو مسؤول في النادي الاهلي دلوقتي حصب على نفسي ان انا عايز اعمل احسن حاجه والظروف مش مساعداني. حتى نتيجه مباراه ممكن تساعدك عشان تكمل وتفكر بس نتيجه مباراه تكسب فيها او بطوله تكسبها ما تخليش تذهب الواقع. ما تخليش تخليك تتخيل ان انت باي حد تقدر تكسب. الاهلي بما حضر، فاكر الجمله دي؟ الاهلي بما حضر. الاهلي بما حضر دي بقى صعبه قوي دلوقتي. ليه؟ لان المنافس بقى شرس جدا. المنافس بقى طمعان فيك، المنافس شافك وعارفك. ما بقاش منافس واحد كمان. يا فندم؟ ما بقاش منافس واحد. لا منافس واحد، منافس اثنين، منافس ثلاثة، كل فرق الدوري منافسينك دلوقتي. وانت بتتكلم الداخلية يعني. داخلية قالت لك احنا قاريين النادي الاهلي وعارفين ظروفه وكلام من ده وده برضه النادي الاهلي واللعيبة تحترم ومش عارف ايه، انما احنا كان عندنا فرصة ان احنا نقدر كنا نترجم ثلاث نقاط لان النادي الاهلي بيمر بظروف صعبة، ان حتى المدربين اللي بيلعبوك بيبقوا عارفين. انت عندك اليومين دول شكل مش انت. قالوا انا مش انا يا دكتور. دي حقيقه، انا مش انا. انا مش انا ليه؟ لان انت عامل حمل على اللعيبه اللي بترجع من الاصابات زي عمرو سوليه ده، هشام محمد. ايه هشام محمد وعمرو سوليه وحسام عاشور ليه بيلعبوا بالشكل ده؟ انت ليه بتلعب بالشكل ده؟ ايه التطور اللي حصل من ساعه ما مشي الجهاز الفني القديم اللي احنا خدنا بيه الدوري السنه اللي فاتت لغايه النهارده؟ ما فيش. ايه اسلوب اللعب اللي اتغير؟ ايه الخطه اللي اتغيرت؟ ما فيش حاجه اتغيرت. يبقى الراجل اللي جه مسك بعد حسام بدري كمل. انا بروح اتفرج على التمرين، هو نفس التمرين. نفس ايوه. لا يا امير انت أيوة معايا؟ ايوه صح. فلازم الناس بتجتهد، الناس تجتهد، الناس بتجتهد والاداره بتجتهد الحقيقه. دي حقيقه. وعندها مساحات كبيره وعندها حرب جامده قوي، الاداره بتتحارب بشكل هستيري. انا عمري ما شفت كده،
لا عمري شفت النادي الاهلي بيعدي بالظروف دي ولا بالنتائج دي ولا بهذا الشكل ولا بهذه المحاربه. شايف ان الاهلي بيتحارب يا كابتن؟ هستيري بطريقه هستيريه. في حرب شنعاء على البطل بقى. انا هنسى بقى الاسماء والوجوه ده من جميع الجوانب على فكره، من اي حته، ده من جميع الجوانب. لا يعني انت حتى على مختلف المستويات، يعني احنا نقول دلوقتي احنا في شهر واحد والاهلي بيحاول يتعاقد مع بعض اللاعبين، وخلينا نتكلم بصراحه ابرزهم حسين الشحات. الصفقه بعد ما كانت خلاص قربت تتم بشكل كبير جدا من يومين بالظبط، دخل بعض الاشخاص دون ذكر اسماء. عشان اقول لك اسمائهم بالظبط، لو عايز اسم عضو مجلس الاداره اللي في العين كبير جدا. اسم مجلس عضو مجلس الاداره عندي انا بتاع العين، والراجل عضو مجلس الاداره اللي في بيراميدز هنا اسمه فارس او محمد فارس حاجه كده، والعلاقه اللي بينهم وكان انها تعطل العلاقه دي، انا بنفرد وممكن اقول لكم اسم الراجل اللي هناك. طيب من غير ما نستفيد، يعني من غير ما اخش انا في حاجات انا ما اعرفش مسموح لي ان انا اتكلم في حاجات دي ولا لا، فانا مش عايز اتكلم. احنا بنتحارب محاربه عشان الجماهير تفهم بس، الجماهير تعرف. وانا اتعودت ان انا ما بقول حقيقه، وعندي حاجات كتير قوي عارفها، في منها حاجات مسموح ان انا اقدر اقولها لكم، بس انا عايز اقول لكم الداعم الاول انكم انتوا والبندقيه الكبيره بتاعتنا، احنا انتوا يا جماهير، انتوا اللي هتقدروا باي لعيبه موجوده هتخلوا الملعب ده نار. عليهم دور كبير جدا، عليكم دور كبير قوي، ومش هتتمنعوا خلاص. توجودكم هو دلوقتي الركيزه الاولى اللي هتخلي اللعيبه دي بتعمل فوق طاقتها. حتى لو لعيب متعور انا صدقوني هيعمل المستحيل عشان يبقى موجود، عشان يدافع عن نفسه وكرامته واسم ناديه. فهو ده اللي احنا عندنا، احنا بنتحارب محاربه غير عاديه. انا حزين على النتائج بس مش حزين على الكيان. لا ايا كان المحاربه دي مش مبرر او عذر اطلاقا للنتائج الخاصه بالنادي الاهلي او الاداء، ان شاء الله النادي الاهلي يكون افضل واحسن. لكن كابتن شريف بنتكلم على النواقص اللي موجوده في النادي الاهلي خلال الفتره دي، سواء في خط الدفاع بالتحديد او نص الملعب. خليك ماشي معايا زي ما قلت لي، من الدفاع للنص. خلصنا الدفاع وداخلين على نص الملعب. هل دلوقتي شايف على الساحه في مصر او في الوطن العربي بشكل عام، شايف لاعبين يستحقوا ان النادي الاهلي يتعاقد معاهم في خط الدفاع بالتحديد في خط نص الملعب؟ يعني في مواهب جيده او لاعبين سوبر يقدروا يضيفوا للنادي الاهلي؟ اكيد النادي الاهلي بيبحث عن لاعبين سوبر في المركزين دول بالتحديد. هل انت شايف حد على الساحه يستحق الانضمام للنادي الاهلي الفتره دي؟ بص هقول لك على حاجه، اي توليفه او اي تشكيله من جميع اللاعبين اللي عندك انصاف امكانيات او امكانيات كبيره او اعمار كبيره او اعمار متوسطه او اي حاجه، تقدر بوجود صانع العاب مع لعيبه سليمه شويه رجعت تعافت يعني او استشفت من اللي عندها، يعني بنتكلم على وليد سليمان مثلا، لو تقدر تعمل له ناصر ماهر و صالح جمعه. صالح جمعه كويس انك لحقتني بصالح جمعه وديفندر كويس. ديفندر واحد مش اتنين، والاطراف عندك زي ما هي، معلول ده بقى ما يتعورش، واحمد فتحي او ما يناسب نيدفيد او محمد هاني هنا في المنطقه دي. انت دلوقتي بقى عندك شكل، هو ده اللي انت تقدر تتكلم عليه بدايات. وفي بديل جيد، انا عمري قلت على احمد الشيخ من لعيب مش كويس، لا طبعا ده كان هدف الدوري منه. طبعا بس ليه وقت، ليه وجود، يقدر ممكن ينزل يخلصك في ثلث ساعه ماتش. عنده الباور وعنده نهور يبعد بشماله ويخش يتدرب ازاي يدخل من جوه من اليمين ويبعت ويشوط. انا بشوفه الان ليه في الشوط بيدور على البحث عن اللي يلعبها، عن اللي يعملها. ده شغل حمودي مش شغلك انت يا شيخ. شوف انت رجلك الشمال طلقه لوحدها، انت لازم تستخدم امكانياتك يا حبيبي، لازم تشوف تتغير من نفسك، تستخدم امكانياته. لازم تستخدم امكانياتك. انا لازم اشوف شخصيتك القديمه اللي انا كنت بتفرج عليها. اي لعيب تاني رمضان صبحي انا شايفه جاي على فكره ما كنتش متوقع منه اللعبه ده. بصراحه انا مقتنع ما كنتش متوقع بيلعب كتير مع الشورتج اللي عندي والتقصير اللي عندي في الامكانيات اللي هي حواليه. لازم تفكروا يا جماعه ازاي اللعيبه نفسها ازاي تتكون لنفسها وجود هجومي، مش على طول انت تحت بتستلم تحت وبطء ومفيش تحركات خالص يا امير. اللعيبه بتوصل الكوره بيبقى جاي كريم نيدفيد بالكوره، مفيش تحركات، مفيش. طب ليه مفيش تحركات؟ هل هي ازمه؟ ازارو لو عمل كده، ازارو لو عمل كده الاقي كل الناس مستنيين نيدفيد هيعمل ايه، ونيدفيد باصص لقدام كده مفيش تحركات، ما مفيش لعيبه. الشكل بتاع ازارو وهو هنا مفيش، مروان الناحيه اللي جنبه مفيش دي، وبعدين العب لده، ده كل العالم بيوصل يعدي خط النص دلوقتي يا امير معظمهم،
وعرضيه خدت بالك، تلاقي صلاح جاري كده وماني جاي من وراه وفيرمينو جاي من وراه، على طول واحد بيروح القدمانيه والتاني جاي من عندهم الشكل الهجومي. لازم نوفر الشكل ده. اهو ده بقى اجابتك، اجابتي على سؤالك انت. انت لازم توفر الدعائم واللاعبين باي شكل، وتجيب خبير كده يقعد يقول ايه اللعيبه دي، او الفكر ده يبقى عنده ان هو يلعب الاربعه ده بواحد 3-2. مفيش 4-2-3-1 دي خلاص. دي مش هتنفعك انت، دي جابتك ورا. 4-2-3-1 ضيعت خلاص منك كل البطولات السنه اللي فاتت والسنه دي وكله من عند كاس مصر لغايه دلوقتي. 4-2-3-1 دي خلصت عليك. بسقوط عبد الله السعيد زمان، فاكر لما مشي وراح على كاس العالم وهووه حصلت مشكلته، مضى هنا ومضى هنا ومضى، ابتدى الكيان يهده في الكيان من ساعتها، ابتدى الكيان يتهد، ابتدى الاختراقات تحصل، ابتدى التغيير والنظر على الجهاز الفني انه يتغير ونجيب حد تاني ونعمل، ابتدت حاجات كتير قوي تحصل في الـ في الـ في الشكل من هنا. وبعدين ابتدى الجهاز مجلس الاداره الجديد يجي بالظبط صح؟ يعني ابتدى بقى ياخد التركه دي اللي انا كل ما اقول لهم تركه يقولوا لي انت بتدافع عن مجلس الاداره وبتدافع عن خطيب وبتدافع عن الناس دي كلها، انت هتفضل طول عمرك اهلاوي وبتحب الاهلي اصلك مش عارف. انا بدافع في الحق. ولو انا مكانه كنت هعمل، يعني انا بقى لو مكانه يمكن يجوز كنت هبقى عندي حته بيبو لازم ينزل يشتغل بقى بنفسه، يعني ربنا يديله صحه خدت بالك. لازم يا بيبو تحط ايدك على الجرح بنفسك، لان الناس بتحبك وبتعشقك. انت لو قلت اي حاجه انت شايفها تمشي اكيد الناس هتسمعك، انما انا لو قلت كشريف عبد المنعم يعني هتبقى تقيله شويه، يعني هتبقى يعني شريف مش في حته عشان غير ان هو في موقعه هنا انه يقدر يقول ايه او بيتفرج من بعيد او بيتفرج على يتحسس، فانا بقود الكلام نيابه عن اي حد تاني. فعلا مجلس الاداره اللي جه ده عنده التفكير ان هو يبقى نمره واحد. اكيد طبعا عنده تفكير ان هو يبقى نمره واحد. اكيد طبعا، بس على حسب ما تربوا، هم كلهم اتربوا على ده. في ناس بتشكك في الكيان دلوقتي يقول لك اوعى تقول لي مش عارف ايه، لا عيب. عيب الناس دي يتكلموا على بطل مصر وبطل القرن، بطل افريقيا والمتساوي مع الاوروبيين في البطولات، اذا كان ريال مدريد او ريال مدريد المركز الاول، النادي الاهلي المركز الثاني، احسن من اتلتيكو مدريد واحسن من النادي. احنا كنا هنكسب اتلتيكو مدريد هنا لو ما كناش بنغير كتير. يعني احنا وجودنا عالميا وجودنا بتاع، مش انك انت شايفني ونفسك تقرب مني او تاخد مني بطوله هتبقى الدنيا كلها بتساعدك باساءه ليا. انا ده اسلوب مرفوض تماما يعني. فلازم الناس تبقى عندها وعي ايه اللي بيحصل فينا. اوعوا تهزونا في نفسنا، او اوعوا تهزوا الكيان بتاعكم واعز ما تملكون اللي هو الاهلي بحاله. اوعوا تشككوا فينا ولا في نفسكم، انتوا الجماهير العظيمه وانتوا اصحاب الرجوع. ما عنديش حاجه اقولها لك يا امير اكتر من كده الحقيقه، لان دي الحقيقه. انا لو لما الاقي التدعيم من جماهيري ومن الاهلي نفسه من جوه فاهمني، او كلنا في ايدينا في ايدين بعض، عمرك ما هيبقى عندك حاجه. انا لما كان بيبقى عندي ماتش بتعادله ولا بتغلبه الاقي الله يرحمه كابتن عادل هيكل هو حارس مرمى معايا في الملعب يومها تاني يوم، تعالى كابتن توتو يجي لي وادي شريف مالك عامل كده ليه، انت مش فايق ليه، في حاجه احكي لي، انت لازم تعمل زي ما كنت بتعمل ويفكرني ويعملني. اللعيبه الكبيره كانت بتيجي تقعد معايا، كانت تقعد تتكلم معايا. في لعيبه ثانيه كانت موجوده، كابتن مصطفى عبده كان يجي ياخدني يقول لي تعالى فيك ايه مالك، بنفوق بعض، تواصل دايما، تواصل بنفوق من جوه. انا عايز دايما اللعيبه دي يحصل كده مع بعض، يقعدوا مع بعض. حكايه مش حكايه عقود، والحكايه حكايه هيجيبوا مين وهلعب ولا مش هلعب، حكايه حكايه الكيان اللي انت موجود فيه. انت اسمك، طب دافع عن نفسك يا اخي، دافع عن اسمك وتاريخك. بالظبط، انت لو خرجت من عندي انا النهارده مش عارفين هتروح فين. يمكن هتروح اتحاد اسكندريه 6 أشهر وترجع لي تاني، يمكن هتروح تفوق وتلعب وترجع لكورتك تاني وترجع لي تاني. بكل الناس بتروح وتيجي صح، اذا كان اداريا او ملعب نفسه. طيب بمناسبه حديثنا عن الجماهير، خلينا نروح نشوف اراء النقاد الرياضيين عن الموعد المناسب لعوده الجماهير في تقرير ونرجع مره تانية. انا
شايف ان بطوله امم افريقيا هتكون هي خطوه مهمه جدا لعوده الجمهور بالكامل في المدرجات. المفروض بقى الحلول اللي هي بتاعت الثنائيه و5000 واحد و4000 واحد، احنا خلاص عدينا المرحله دي من زمان. المفروض وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع اتحاد الكوره يبقى في بقى خلاص يعني قرارات جديه، مش قرارات مش توصيات. كل اللي بيطلع في الفتره الاخيره دي توصيات، توصيات بكذا، توصيات بكذا، توصيات بكذا. احنا عايزين نعدي بقى مرحله التوصيات وندخل في مرحله القرارات. انت راجل داخل على تنظيم بطوله امم افريقيا، المفروض يبقى خلاص يعني خلاص تاخد بقى قرارات جديه. لازم يبقى في خطوه مهمه جدا لعوده الجمهور بالكامل للمدرجات، سواء بقى يعني خطوات بقى سواء من الناحيه الامنيه، سواء من ناحيه ايا كان الصيغه. بس خلاص هو ما فيش فرصه ان احنا بقى نقعد بقى نقول يا جماعه لسه هندرس، يا جماعه لسه زينا بقى من مرحله الايه قصه الدراسه. انت خلاص انت كدوله عندك كل المقومات، عندك سواء الدوله من الناحيه الامنيه ما شاء الله، من الناحيه التنظيميه ما شاء الله، عندك كل الملاعب، عندك كل الامكانيات اللي انت تقدر تخليك تستضيف الجمهور يعني وبكامل قوته. اعتقد ما فيش مشكله في حضور الجمهور، يعني اذا كان في بعض التحفظ لدى وزاره الداخليه والجهات الامنيه ده نتيجه ان في حساسيه بين الجماهير المتنافسه. صعب ان انا الاقي في الوقت دوت جمهور الاهلي والزمالك في مباراه القمه هما الاثنين حاضرين بشكل مكثف. لازم نعترف بالحقيقه ديت، الجو حاليا والمناخ ما يساعدش على اتخاذ هذه الخطوه، ولكن يمكن عندنا تجارب ناجحه بالنسبه لحضور الجماهير المكثف من خلال بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري والكونفدراليه. شفنا النادي الاهلي بيحضر له 60 و50 ألف، مفيش مشكله طالما مفيش جمهور منافس. اذا الاستاد مفتوح وملاعب مصر مفتوحه تستقبل الجماهير المصريه وتستقبل الجماهير الافريقيه الاشقاء خلال كاس الامم الافريقيه. مش هيحصل، مفيش اي حساسيه ومفيش اي خوف ان يخرج اي متفرج عن النص على اعتبار مفيش جمهور منافس. عوده الجمهور للملاعب، احنا دايما او انا دايما مقوله بقولها من 5 سنين أو 10 سنين ان الكوره للجمهور. عوده الجمهور ده معناها عوده الروح للملاعب المصريه لمسابقه الدوري العام المصري. الجمهور دايما في اي مسابقه قاريه او محليه دايما بيطفي نوع من الاثاره والحماس وزياده، زي ما قلنا لما اتكلم من ناحيه الاقتصاد هي بتزود القيمه التسويقيه لاي دوري. الاكونوميك يعني سبيشال للدوري المصري هيزيد بعوده الجمهور بشكل كبير. اتمنى ان دي تبقى خطوه كبيره، لان الاهلي واضح في 3 أو 4 سنين الماضيين او اللي فاتوا اللي هو محتاج الجمهور لدعمه وتشجيعه بشكل كبير. الوزاره شغاله بشكل محترم جدا دكتور اشرف صبحي، واعتقد الناس دي بتقابل الروابط والروابط ليها دور مهم جدا جدا. اعتقد الفتره الجايه المقابلات اللي بتتم بشكل كبير جدا والتجمعات اللي بتحصل سواء كانت في الوزاره او الناس في اتحاد الكوره عارفين الرؤوس بتاعه الروابط دي، اعتقد ممكن تكون بدايه محترمه. حصل شفنا الجمهور في المدرجات ما حصلش مشاكل، لكن احيانا الجمهور بيبقى فيه انفعالات نتيجه للنتائج اللي هي الناس مش متوقعاها او منتظراها، لكن دي طبيعه. في ناس فوق هتبقى حبه فوق وحبه تحت زي ما بيقولوا يعني. اللي بيحصل في وزاره الرياضه المقابلات دي تكون بدايه ان شاء الله باذن الله، لكن احنا ممكن نسهل الطريق، ناخد احكام المحكمه تصدر هيبقى كل حاجه انتهت، وان شاء الله باذن الله تعيد تعود المدرجات بشكلها المحترم ثاني باذن الله. يعني كان تقرير مهم جدا عن آراء النقاد الرياضيين في الموعد المناسب لعودة الجماهير للملاعب المصرية بشكل طبيعي، وده اللي أكيد كلنا بنتمناه علشان نشوف يعني متعة أكتر في الملاعب بصراحة، لأن الجماهير أكيد عنصر مهم جدا. يا كابتن شريف، في رؤيتك إمتى الجمهور يرجع بالشكل الطبيعي والكامل للمدرجات؟ بقالنا فترة كبيرة جدا بنعاني من هذا الأمر، وخصوصا إن احنا مقبلين على احتمالية تنظيم بطولة الأمم الأفريقية هذا العام. والله هي في حته صغيره كده بين الجماهير وبين الامن، اللي هي الجماهير عايز الامن يثق فيهم، والامن عايز نظام وسلوكيات عاديه، مش عايز اكتر من كده. فمش عايزين اي خروج عن النص. هو دي العلاقه اللي هي ازاي تثق فيا وانا اثق فيك، ازاي نرجع الحب والحنان تاني. انما عوده الجماهير دي باتت شرطيه
خاصة في المباريات الإفريقية والدولية. اه طبعا إجباري إجباري. وأنت بقى بالنسبة لك هنا في حكاية ال 5000 وال 3000 وال 1500 وال 500 دي، لا لازم تزيد الحكاية دي. النادي الأهلي بجماهيره بيرعب أي حد، بيرعب أي منافس حتى لو مغلوب، لآخر لحظة الاستاد بيتهد من يا رب وأهلي وأحس بطعم اللعبة اللي أنا بلعبها. بالزبط. ده فاقد اللعيبة حتى الاحساس ان هو بيلعب مباراه. العب مباراه زي بيراميدز باللعيبه، كم اللعيبه اللي موجوده دي كلها ب 50 واحد بيتفرجوا عليا. وما نعرفش الدنيا موجهه ازاي، او لازم الجماهير ترجع ولازم يحصل تصريح امنيه صريحه. وانا عايز اقول لك على حاجه، الامن بيبقى خايف على الجماهير. ما طبعا اكيد هو الامن عايز ايه؟ ما الجماهير ما تتاذيش، ما يذوش بعض. صح. ما يذوش نفسهم. بس هل احنا خلاص تخطينا المرحله دي يا كابتن شريف بعد الاحداث الكثيره اللي حصلت لمختلف الجماهير في مصر؟ هل خلاص تخطينا المرحله دي واصبح في وعي كامل عند الجماهير بشكل عام؟ الجماهير اللي انت بتحبها وانا بحبها وهم بيحبوا نفسهم، هم دول اللي ما فيش مشاكل بالنسبه لهم. ان ما في ناس عندهم اوفر اكت، يعني التعبير نفسه بيبقى زياده شويه. التعبير والوجود عايز يثبت ان هو الاساس في الحكايه، زي ما احنا بنتكلم عنه ان هو اللاعب الاول. بيبقى عايز يبقى له حد باصص له، عايز حد يشكره، عايز حد دايما يتكلم عنه زي ما احنا بنتكلم كده. ده حقه. بس هو عايز يبقى موجود، عايز يبقى واقف وبيوجه وبينظم وبيعمل دخلاته، عايز يبقى زي اوروبا زي الناس دي. بس هو لازم برضو يحصل توجيه معنوي او توجيه اعلامي شويه باللي ليك واللي عليك. عايزك تعمل دخلات وعايزك تعمل كل حاجة، بس ما تعمليش يافطات مثيرة، تعمليش حاجة مش ليه هتخليني أنا تايمة أبقى مش حابب أن أنا أشوفك في هذا الوضع. خليك أنت في الوضع بتاعك أن أنت رايح تشجع الكيان نفسه. طيب. كان أهلي زمالك إسماعيلي أي حد يعني. خلينا نرجع للنادي الأهلي، هل المنافسة بعدت بالنسبة للنادي الأهلي على بطولة الدوري هذا الموسم ولا لسه البطولة طويلة؟ أنا قلت لك في أول حلقة مفيش حاجه بعدت عن اي حد في اي حته. انت عارف مين اللي هينزل ومين اللي هيقعد ومين اللي هيكسب. بس انت قادر تقول ان الزمالك هو اللي هينفرد الزمالك منفرد دلوقتي انه لعب الماتشات بتاعته لظروف معينه. انا اللي بيضايقني بس حاجه ان في ناس لسه بتوجه يقول لك الحكام واقفين مع الاهلي والحكام مش عارف ايه ما يعني انا شايف ان الجو الاعلامي والصحافه نفسها هي اللي بتسير، هي اللي عامله اثاره للحكايه دي كلها. يجوز ما بقاش في مشكله بيننا وبين بيراميدز، ولا بيننا وبين الزمالك، ولا بيننا وبين اي حد تاني موجود. وتبص تلاقي واحد طالع كاتب مش عارف ايه وازاي يحصل كده وازاي يعمل كده، او من عندنا مثلا ازاي ده مش عارف ايه وزي. بتحصل اثارات، بس ده طبيعي في التشريف على مستوى العالم كله. ما طبيعي، ما بقتش انت في وضع دلوقتي حاليا يا امير تستحمل انك تتكلم في جوارح، يعني انت مالكش دعوه. ليش تراشك؟ انا مش في تراشك دلوقتي. احنا في ناس بتعد العده لبطولات تانية. انا شغال على افريقيا وشغال على محافل دوليه، انت مش عارف تاخد لا كونفدراليه ولا عارف تاخد اللي انت كنت دي يعني 80% دي بتاعتك. بالظبط بالظبط. ازاي بتزاحم فرقة تانية معاك وفرقة تانية بقت متوسمة حتى انك هتاخدك هناك وتكسبك هناك. حتى بظروفك بقى انت، معلش ومفيش توفيق انك انت تبقى موجود سنتين ورا بعض بتوصل فاينل. ده انجاز رهيب ان الناس توصل. برشلونة ما وصلتش فاينل، شوف بقى لها قد ايه كاس اوروبا بكل الامكانيات اللي موجودة دي. لا انت بتوصل في بطولتك الافريقية للفاينل بكل اللي انت بالظروف اللي بتعدي بيها. بالظروف اللي انت بتعدي بيها. اذا انت عندك البيز، عندك الاساس نفسه. اساس بقى عايز خبرات تبقى موجوده جنبك دلوقتي تشيل عنك شويه، تبقى شايفه، تبقى عارفه ازاي تمشي. مرحله بنعدي فيها لازم نتكاتف كلنا فيها. اعلاميا بنرجو ان احنا مش بنتكاتف مع الاهلي اعلاميا بس، احنا بنتكاتف مع المنظومه كلها، مع الكوره كلها في مصر. اكيد. ومش عايزين نقول فلان ده جاي بفلوس وفلان ده، لا انا ابص لنفسي بس. صح. انا عايز اشوف نفسي بس. انا عايز اشوف انا اقدر ازاي اخرج نفسي من اللي انا فيه ده بالشكل الطبيعي اللي هو وضعي ومكانتي. الخبرات هي اللي تقدر تخرجك من الكلام ده كله. الناس اللي عندها فكره وعدت في ده كذا مره، الناس المشوشه والناس اللي مش واخده بالها والناس اللي لازم نساعدهم. طيب في رايك يا كابتن شريف النادي الاهلي محتاج كم صفقه كمان بخلاف الصفقات اللي تم التعاقد معاهم مؤخرا، سواء محمد محمود، محمود وحيد، جيرالدو، رمضان صبحي؟ الاهلي محتاج ايه كمان؟ انا محتاج نتائج من اللعيبه اللي هو اتعاقد معاهم اولا، ونشوف احنا بعد كده اللي احنا عايزين. بس اتنين فراوده، يعني احنا في اول عايز اتنين فراوده وعايز اتنين فراوده واتنين ما ازارو ده مش تاخد منه حاجه طول ما هو وان ذا اونلي كده. يعني انت مع ان الاهلي يلعب اتنين مهاجمين يا كابتن شريف؟ اتنين مهاجمين. انا بقالي سنه بتكلم عن الموضوع، ما رحت قلت لحسام بدري حد عنده مالك وفانا وعنده جون انطوي وقعد واحد بره ازاي يعني؟
بأمارة ايه؟ وكان عنده التدويرة، كان عنده أجايب يحل مكان أنطوي، كان عنده البدائل، ها؟ كان عنده اليمين شغال والشمال شغال وقاعد على حرير هو، ولعب بالاثنين وشوف كان شكله عامل ازاي. عندك قوات ضربة النهارده، أي فرقة بتلعبك أنت بواحد قدامك وثلاثة تحتيه لازقين فيه واثنين تحتيهم لازقين فيهم، مش قاعدين ورا عندنا جنب الديفنس عندنا، وكرة تتلعب من عم كينو ده بالعرض وأنت باصص على عبد الله السعيد ولا فارق معاك ولا رايح تمسكه ولا في تكاتل برضه في الملعب، او في تعب او في ارهاق او في عدم تفكير، في خروج عن النص عموما. ده مش لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده في الملعب، ابتديت احس ان في عدم ثقه في نفسي وانا بلعب، ازمه اداء. ازاي الكره تبقى جايه من نص الملعب ومفيش تحركات، لان مفيش لاعبين قدام عاملين زياده عدديه، انت مش مخوف حد، انت بقى بواحد بس اللي هو ازارو ده بسبرنتاته كنت عامل قلق اول هاف تايم، كنت تكسب 2-3 وفاول بتاع معلول اللي جه في العارضه ده كمان فرق معاك، يعني ضربتين جزاء ليك. طب بخلاف الاثنين المهاجمين محتاجين ايه كمان؟ اثنين ديفندر ورا اساسيين على مستوى مساكين ولا اقلهم اقلهم يبقى زي احمد حجازي كده اقلهم. هل موجود على الساحه المستوى بتاع احمد حجازي ده؟ انا وانت مش عارف من خلال متابعتك اكيد حضرتك بتحلل وبتتابع، انت بتدور على دول من ايام ماتش اتلتيكو مدريد لما لعب اثنين لعب راجل بتاع ام بي يومها فاكر رامي صبري، رامي صبري لعب وكان في حد تاني، وانا اتكلمت مع كابتن عدلي على الموضوع ده، قلت له بص على الاثنين دول يعني شوفهم، كان حد بتاع رامي صبري بتاع ام بي وكان في حد من اثنين بتوع ام بي كانوا متهيألي ولا ايه، وكان في حد من بتروجيت حاجه زي كده مش فاكر انا مين، مش متذكر بصراحه. كان في نص الملعب ساعتها محمود عبد العزيز لاعب الزمالك دلوقتي اللي هو كان في سموحه ساعتها استعنا بيه برضه في مباراه اتلتيكو مدريد وادى بشكل كويس، كان في اكتر من لاعب يعني. وكان في احمد سامي مش كده؟ احمد سامي اللي بيلعب كان الاثنين دول يعني كان احنا بدينا البدايه نفكر ان انت لازم تجيب اثنين افارقه او تجيب اثنين من شمال افريقيا يكونوا جيدين جدا ان هم يكونوا موجودين. فريق تشيلسي ما فيهاش غير واحد انجليزي بس. بس احنا عندنا هنا مسموح عندك العدد بس كويس، بس بقول لك فرقه بتاعه تشيلسي اللي هي عامله قلب دماغنا دي كلها وعاملين الدنيا وقلبين الدنيا، عندهم واحد بس انجليزي في الملعب. طب القادم يا كابتن شريف كيف يتم التعامل مع القادم بالنسبه للنادي الاهلي من مباريات؟ عندك مباراه سموحه، الهدوء مباراه سموحه ودوري ابطال افريقيا، الهدوء لازم تفكر وانت هادي، سيبك من الوجبه اللي احنا قاعدين نقولها انا وانت دي كبيره وتشريح الاشياء وتوجيه المهام لكل واحد يبقى شكله عامل ازاي، يعني مساعدين المدربين دول لازم هم يشتغلوا بعيد عن الاثاره دول مع اللعيبه بدور كبير جدا كويس. احنا لازم الهدوء واحنا بنتعامل ليه؟ لان انت الكبير، يعني انت اللي بيجرى لك الحكايه دي اللي مش مصدقها، هو في ايه ده اللي بيحصل فيا ده مش ممكن انا اوصل له او يحصل لي، ده انا الاهلي بالظبط زي ما كان بيحصل نادي الزمالك السنه اللي فاتت يبقى 13 في الدوري. احنا كلنا كنا بندعم في نادي الزمالك على فكره، طبعا ما ينفعش نادي الزمالك يبقى 13 صح. ما ينفعش فرقه كبيره زي المصري يحصل لها اللي بيحصل ولا الاسماعيلي السنه دي، الاسماعيلي ازاي والمصري دول لاواخر الدوري ازاي الكلام ده، وبتروجيت بعد ما كانت ماشيه مش عارف ازاي، في انديه كانت عندك انت شركات وانديه جماهيريه واتحاد اسكندريه واسماعيلي والمصري، الفرق دي ما ينفعش ما ينفعش يبقوا زي الاولمبي والكروم والناس دي، ما ينفعش. من ضمن الكلام اللي اتكلم فيه مستر لاسارتي قال ان في عدد كبير جدا من اللاعبين متواجدين في التمرين، حوالي 40 او 42 بالظبط في تمرين النادي الاهلي، هل مطلوب سرعه الفلتره؟ مطلوب سرعه ان انت خلاص تستقر على مجموعه معينه هم دول يبقوا معاك عشان تقدر تشتغل معاهم وتركز معاهم بشكل اكبر عشان تاخد منهم اللي انت عايزه في المباريات يا كابتن شريف؟ ده طبيعي طبيعي، لازم يبقى في قرار حاسم سريع يواكب المدير اللي انت جايبه، مدير فني مسؤول ده هو ده اللي هيتحاسب بعد كده. انت خلاص الدوري بتاعك بقى بات، لو اتغلبت ماتشين وتعادلت ماتش ما بتقعدش في مكانك صح، فخلاص الحكايه ما بقتش هزار زي العالم كله على فكره، مفيش حد بيستحمل حد، الجماهير بقى لها متطلبات في الانديه الكبيره خصوصا في الفلوس الكتير اللي بتدفع، فانت بقى عندك مسؤوليات عليك اداريه توفرها، وبعد ما توفرها الاستقدامات اللي انت بتكلمني عنها دي، واحنا وانا بتكلم في حاجه كل الناس عارفاها اللي هم الاثنين اللي ورا دول طبعا، والاثنين الجداد بتاعنا ان طول ما ازارو ده مفيش غيره انت بختك يا ابو بخيت ومفيش مساعده ليه هتاخد نص لعبه. مروان هو راجل بيجتهد هيعمل ايه؟ مروان كان بيلعب جنبه تريزيجيه وبيلعب جنبه صلاح في المنتخب، بتشوفه حاجه ثانيه، شوف ليه تحركات قليله قوي، شورت قصيرين ده لما بينزل الخطوتين بيصرخوا عليه من بره يطلع قدام ثاني،
لان هو العمق الهجومي اللي انت صح. بتلعبه وبتروح تجيب جونين وثلاثه في تونس لان عندك وجود في 18 يعني مش هقيم مروان انا ولا هقيم ازارو انما السبورت اللي جاي لهم صالح جمعه وناصر ووليد سليمان ورمضان صبحي وعندك بدائل بقى الشيخ وجيرالدو لو تم اكيد وجيرالدو ده يمكن يطلع كويس جدا لا الناس بتشكر فيه جدا المباراه بتشكر فيه كمان ادى بشكل رائع يعني طب كويس بالمناسبه المباراه هتتذاع يا جماعه الساعه 12 على قناه النادي الاهلي بالظبط الساعه 12 مباراه الاهلي وجمهوريه شبين اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0 احرزهم اجايه وصالح جمعه وميدو جابر ان شاء الله هتشوفوها الساعه 12 على قناه الاهلي يعني صالح جمعه واجايه كانوا موجودين النهارده وادوا وانت ايه رايك فيهم لاعبين اضافه كبيره انا ما اتفرجتش ما اتفرجتش ولا انا كنت عندي الماتش الماتش هيتذاع لسه هنشوفه الساعه 12 ان شاء الله هنشوف ان شاء الله الماتش الساعه 12 ونشوف النادي حدوده ايه وامكانياته ايه وبرده ما ننزلهمش الملعب الا وهم في 100% بالظبط ده شيء مهم ما نخسرهمش تاني ده اللعيبه اللي ما بتقدرش تتعافى وتيجي على نفسها وبترجع عشان تلحق يعني وما يجيش اللعيب يخليه بقى يبقى يعني انا بقول لاحمد فتحي خليك اهداف المباراه هي كابتن شريف بيقول لك يلعب قول له انا الهدف. لسه مش جاهز يعني مش ده جاي اول هدف والهدف الثاني كان ميدو جابر انا بحب اللعيب ده قوي من اسيست لعمرو جمال ده الهدف الثاني وعلى فكره عمرو جمال ده فين موجود عمرو جمال بنسبه كبيره هيتم كده خلاص عمرو جمال ممكن متواجد اصلا لا رايح مقاولين ولا رايح بالاشاعات لا عمرو جمال مكمل في النادي الاهلي هو ده قليل عمرو جمال لا عمرو جمال لاعب كبير طبعا بنسبه كبيره هيكون متواجد في مباراه صباح انت ما عندكش مهاجم كمان وده الهدف الثالث لصالح جمعه ميدو احمد حمودي ارضيه صالح مكمل واضح ان صالح يعني داخل جوه 18 في خط الست لعيب نص ملعب وبلاي ميكر ده علامه شكله جاهز فنيا وبدنيا وان شاء الله يكون اضافه قويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي متفائل بالمرحله الجايه كابتن شريف طول عمري متفائل وخاصه باي حد والله العظيم بيلعب بس نفهم الولاد احنا عايزين منهم ايه ونديهم المهام الصح في الملعب وما نسيبش الدنيا تمشي حسب مجريات اللعب لا لازم نبقى واقفين على الخطوط بنتكلم انت فين التعليمات اللي انا قلتها لك الضربات الثابته اللي بتيجي علينا الضربات الثابته اللي لينا ازاي يبقى في فكر في الكورنر والحاجات دي نتعب شويه الوقت قصير والوقت داخل في بعضه انما لابد ان احنا كلنا نتعب في الفتره الجايه دي ونتعب كتير عشان نرجع لشكلنا الطبيعي يا رب يا رب ان شاء الله اكيد ده كل التوفيق للنادي الاهلي الجهاز الفني واللاعبين ومسؤولين كمان ومجلس اداره في النادي الاهلي ان شاء الله الامور كلها تسير بالشكل المطلوب خلال المرحله المقبله كان معايا كابتن شريف عمنا من نجمنا الكبير نورتنا وشرفتنا كابتن شريف سعيد امين بقى انا بقى سعيد جدا وانا معاك اكيد ونرجو ان شاء الله العوده السريعه باذن الله ان شاء الله باذن العوده تكون سريعه بالنسبه للنادي الاهلي ده كان حوارنا الصريح جدا جدا مع كابتن شريف عبد المنعم في صالح النادي الاهلي حوار صريح في صالح النادي الاهلي عشان ان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لجمهوره بشكل عام وترجع الفرحه والابتسام على وجوه جماهير النادي الاهلي دي كانت فقرتنا الفقره الثانيه من حلقه الاهلي ليله النهارده لكن لسه فقرتنا ما خلصتش الفقره الثالثه هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وكل ما يتعلق بالكره العالميه بعد فصل